السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمرو وصاب من قناة بيس. طبعا يا شباب قبل ما أبدأ في كل شيء طبعا ما أدري إيش فيني قمت أكلج. أخوان الموضوع بما فيه أنا مشغل كاميرتين، أبي أجرب هذه الجديدة اللي قلت لكم عنها ومشغل كاميرتي، فبتشوفونها طالع فوق وطالع تحت وطالع فوق وطالع تحت، الزبدة ضايع. يعني سلكولي في وجهي تحت، ركزوا في اللعب ما عليكم من وجهي بالمرة. المهم طبعا مو بقلنا شيء على 400 مشترك، وهذا جد والله شيء جميل وشيء رائع وشيء خلاب، ما شاء الله مناظر طبيعية ما صارت. ما في شيء جديد، فورتنايت الشباب اللي حوالي واللي أعرفهم هذول قالوا لي فورتنايت، فبنزل فورتنايت، لكن قالوا لي خليك سولو، نبي نشوف لعبك سولو، فهم حسبون اني هطفى. خلينا اوريكم لعبي في فورتنايت. طبعا لا تحكم على لعبي، ترى لا يغركم الليفل، والله مع الشباب بس العب، اني العب لحالي ما يمكن لعبت 4 أيام يمكن لحالي بس. فخلونا نجرب مع بعض، وقبل ما ندخل لا تنسى تجيب لك شغله تنقنق عليها وتجيب سماعاتك، تعطيني اللايك وتدخل معي الجو. طيب خلونا ننزل في اول بداياتنا. في اول بداياتنا لازم الواحد يبدا في مدينه يعني صغيره جدا ويقدر يجمع منها لوت، فاحنا راح ننزل على سنوبي. بسم الله الرحمن الرحيم، روح كنا بدري. اوكي في احد معاي؟ لا والله ما في احد معاي، لا والله في احد معاي. انزل يا صاحبي انزل، ما نبي ذي الاشياء، نبي شوف. انا حظي دائما لما انزل ما القى اسلحه، القى رصاص. يعني انا ما ادري ايش اسوي في الرصاص كذا، شنطه ماشيه ما شاء الله عليه. هم حسبون اني هطفى. اوكي مان، اوكي. بس انا يعني انا عندي شغلة، المشكلة ان لما العب ذي الالعاب كذا قلبي يصير يرجف، هو حماس هو خوف، انا ما مو عارف الزبدة، لكن لازم قلبي يصير يرجف كذا ويعطيك نظام من سيربح المليون، طن 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 طن، دق دق، لازم هذا النظام ما ادري ليش. يلا بسم الله مرة ثانية بسم الله الرحمن الرحيم، ننزل في مكان كويس وجميل حلو. انا اقول ريتيل، يا الله بسم الله ان شاء الله في كلات. انا ما ابي اجيب الاول، لكن ابي اجيب بس كلات، يعني بس هذا اللي انا ابي اسلح اصلا، ابي انزل بس اسلح، القى اسلح لو سمحتوا، بس اسلح وما عليكم في الباقي. في صوت صندوق يا بعد عمري، ايش اسوي فيه ذا؟ يعني يا رصاص يا سلاح بدون رصاص. انا بابا ايزي. مات؟ اقعد يا الذباني. والله هذا كويس هذا السلاح، تعال. او ماي جاد اتمنى في الجيم الثالث ان نجيب كم كل كذا عاملين كويسين. انا اتمنى هذا الشيء، اقول لك يا ولد والله تلتد، روح تلتد تور، قد احنا قد هو بجود يا عيال. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لازم انه ينزل معك 1000 واحد في ام البناية السلطانة الوحدة. We'll always love you.
شكلها على شفت يا وحش او غريزي. انا اقول غريزي. انا ما ادري ايش فيه بطل يحول. رج يا اخي يا اني ارج والله ما ادري ايش فيني الزبده، مو متعود على اللعبه ولا يمكن تصريف عشان نوب. اساسا عندي هذا هو الجيم، هذا الجيم اللي بضبط فيه. اقعد 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 اقعد، لا تتكلم ولا هش ولا كلمة. هيل 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 يلا بسم الله. احساسا عندي ان شاء الله هذا الجيم. كلب ول ايه في لاج يا عيال، ايه والله في لاج. يا الله يعني لما نضبط يجي اللاج. الحظ سلتان، شوف وين نزلت بدري. والله انك تمزح. او ماي جاد جايز، ام رانينج اواي يا حبيبي. السالفه اكيد ما هلت ثمانية. اقعد 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 اقعد. اقعد اقعد اقعد. الله العظيم اخر بس انا استنزلت يا حبيبي. باذن الله تعالى فايزين ذلك. بإذن الله راح أتدرب أكثر وأرجع لكم بحلقات أحسن فورتنايت بإذن الله تعالى. يعني في بعض الكلات الجميلة. ما بقلنا شيء على 400 مشترك يا أخوان، ما بقلنا شيء على 400 مشترك. خلونا نطلع مع بعض بالله، انشروا الحلقة، لا تنسوا اللايك السبسكرايب الشير. كان معاكم عمرو وسام من قناة تي بي اس. بيس.